في كل سنة من عمري مررت من حلقات النار، مت ثم أحييت من جديد، لكني أصبحت أقوى وأكثر جلادة، حتى أني أصبحت النار بذاتها. قاومت خلال هذه السنين كل أنواع الغدر، الخنجر والسم والخيانة، ولكن للأسف في هذه المرة ستكون نهايتي أكيدة. المرض استطاع هزم السلطان هويا، استطاع هزم العنقاء. وين كنت اليوم يا رستم؟ كان في عندي شوية مشاكل بتتعلق بواردات الذهب من مصر، صححتهم مع مسؤول السجل لوقت متأخر، وبعدين رجعت على القصر. بتوقع إنه السلطانة صارت منيحة، كنت مفكرتهم رح يضلوا أكتر من هيك ببورصة، بس ما طولوا هنيك. إن شاء الله يا مريم، إن شاء الله. من سنين طويلة وقت جابوني بسفينة على هاي المدينة، سألتهم إذا وصلنا على جحيم العثمانيين، وما كنت متوقعة إنه هاي المدينة رح تصير مدينتي وتصير هي الجنة بالنسبة لي، أكون زوجة سلطان العالم. دستور
جلالة السلطان سليمان المعظم. مولاي الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك يا قمري وشمسي يا بنتي الحلوة. شلون صرتي سلطانة؟ لما بشوفك كل الوجع بيختفي يا روح قلبي. السلطانة تعبانة شوي، خلوها ترتاح هلا وبترجعوا بتشوفوها بعدين. تركيني بقعد لحالي. بدي اشوف السلطانة، بدي اشوف السلطانة فورا. افتحولي الباب بسرعة. سنبل سلطانة، نور القصر برجعتك بالسلامة يا أعظم سلطانة على وش الأرض. سنبل سلطانة. صدقني شوفتك ردت لي الروح. بعرف انه انا جرحتك، ندمانة على الكلام اللي قلته بحقك. كلام شو يا سلطانتي؟ اصلا انا ماني عرفان انت عن شو عم تحكي. ومين انا لحتى ازعل من حضرتك؟ والله انا مثل كل خدمك يا سلطانة، اهم شي شوفك بخير ويروح المرض عنك، حتى لو كانت تمن حياة سنبل. أنا ما رح أشفى بعد اليوم يا سنبل. طمني مولاي، مشغول بالي كتير. كيف وضع أمي؟ نحن هلأ مو طالع بإيدنا غير إنه ندعي للسلطانة ويام الله يريحها من كل أوجاعها. يا مريم بابا، ليش عم بتقول هيك؟ معقول ما يكون في حل؟ يعني شلون الحكمة ما قدروا يلاقوا دواء؟ مريم هلأ مو وقت البكي يا حبيبتي، لسه بكير على دموعي. يا مريم بدي اياكي تكوني قوية يا بنتي. أمك كل يوم أوجاعها عم بتزيد، وما بدي اياها تشوفنا مزعوجين ومتضايقين بنوب، ورح نبه على كل ما يحسسوها بشي، وأولهن انتي. فهمتي علي يا حبيبتي؟ يا مريم بدي اياكي توقفي معي، نحن لازم نخليها مبسوطة لآخر يوم.
حضرة الباشا؟ شو وضع السلطانة هيام بالضبط يا حليمة خانوم؟ ولا تحاولي تخبي شي عني أبداً. ما عاد في شي يتخبى يا رستم باشا، أساساً الكل رح يعرف بعد فترة. مولاتي تعبانة كتير، يعني بصراحة وضعها عم يسوء. شو هالمصيبة هي؟ وما لقيتوا أي علاج لهالمرض؟ مع الأسف ما لقينا يا حضرة الباشا، والدعاء هو الشيء الوحيد يلي بقيلة. رستم باشا، دائما بيجي هاد بالوقت الغلط. شو قالت الحكيمة؟ رح تتحسن صحة السلطانة؟ لا يا سوكولو، السلطانة وضع ميؤوس منه، وبأي لحظة ممكن تنتقل لدار الحرب. معقول شو هالطيور هي؟ عن جد مو معقول. وسخوا المكان بعد كل هالتنظيف والتعب، لا حول ولا قوة إلا بالله. سلطانة، أنت ليش قلقانة؟ لو بعرف يا سنبل كنت خبرتك. عم بسمع صوت عم يزعجني كل الليل، عم بسمع صوت أجنحة الطيور، بس دور وفتش حوالي ما بشوف لا طير ولا اي مخلوق. ان شاء الله يكون خير بالصلاة على النبي. عسى خير ان شاء الله يا مولاتي. والله ما بعرف شو بدي اقول لك يا سلطانة. اذا بدك ببعث لك ورا كبير المنجمين. هلا ما عاد له لزوم. والله يا سلطانة، هذا الكلام ماني متعود اسمعه من السلطانة هيام يلي بعرفها. انت يلي الكل بيحكي عن عظمتك، ويلي بعد كل هزيمة او انكسار بترجعي اقوى من الاول. سلطانة، أمي، مولانا خبرني إنك تعبانة ووضعك الصحي ما تحسن بنوم. يا روح قلبي، هي الرسالة رح نبعتها لسمو الأمير سليم. وهي لسمو الأمير بيازيد. أي منيحة كتير. بتخبر الرسل بياخدوا أجود الخيول وأسرعها من حضيرة القصر ويوصلوا الرسائل بسرعة. بدي الأميرين يكونوا بالعاصمة بأسرع وقت ممكن. رب العالمين وحده اللي بيعرف شو رح يصير. رغم إنه الموت قريب من الإنسان على طول، إلا أنه الإنسان بإنسان رح يجي هاليوم. شلون بدنا نعيش إذا ما نسينا؟ النسيان نعمة من رب العالمين.
رح يكون كتير مفيد إلكن إذا بتهتموا هلأ بأمور الدولة يا مولاي. لازم تخلوا فكركن مشغول. بعت ورا محمد باشا ورستم باشا يجوا لعندي بسرعة. أمرك مولاي. دستور حضرة سمو الأمير بايزيد. أهلا وسهلا بابا، شرفت قصركم. أورهان أهلين فيك يا أمير البطل. وأخيرا رجعت لنا، كتير خفنا عليك. شو رح يصير يا عثمان؟ ما في داعي للخوف، ليكني أنا جنبك. جوهرة خانم، وين السلطانة عائشة؟ بغرفة الحكيمة يا أمير. ليش شو اللي صاير لها؟ السلطانة عائشة صحتها تمام، بس ديما خانم يلي وضعها حساس، عم تولد يا سمو الأمير، والسلطانة عائشة ما عم ترضى تفارق غرفة الحكيمة بنوب. بابا. حبيبة قلبي. أن قالت لي الولد بس لما يجي ديما حتموت. أختي يا حضرة الأمير غلطت غلط كبير، وأنت أكيد ما رح تسامحها. خديهم يا خانم. يلا تفضلوا معي. بسبب اللي صار ديما رح تولد قبل موعدها. سمو الأمير، شو صاير؟ غضن فرقغة، شوفي شو اللي صاير؟ شو صاير؟ سمو الأمير نجا بطلوع الروح. رجال الأمير بايزيد كتير قوايا، وكل احتياطاتنا فشلت، وكل نصايحك اللي قدمتها طلعت منافعة. هاد الصدام أنا أول واحد كنت معارضه يا غضن فر، وأنت بتعرف هالشي منيح. لا تحاكيني بأمور ما بتفهمها. غضن فرقغة، انتبه لكلامك منيح. بدي أحكي مع حدا يا باشا. نور بانو. الحمد لله على السلامة. والله ما قدرت. سليم، شو اللي صاير لك؟ انت شو اللي رجعك؟ سليم، أنا لما سمعت شو صاير معك اجيت فورا لهون. بعرف انه انا خالفت اوامرك، بس انا ما قدرت اكون بعيده عنك بهيك ظروف. بترجاك تسامحني. خليني اعقم لك الجرح. موجوع يا روحي. مولاي السلطان، كل الناس رح يعرفوا قريبا. وعلى الأغلب يكونوا عرفوا. وضع السلطانة خطير كتير،
بس ما بدي حدا يعاملها معاملة المرضى. أوامري واضحة وما بدي أحكي أكتر من هيك. رستم باشا، عم تهتموا بموضوع اليهود يلي عم يجوا من إيطاليا؟ لا تقلقوا مولاي، عم نتواصل مع السنيورة مينديس، وكل المشاكل الصغيرة اللي عم تعترضنا عم نتجاوزها. الأمور عم تمشي مثل ما أمرتوا بالضبط. محمد باشا، شو صار مع المعمرجي سنان أغا؟ أمرت ببناء الجامع من 7 سنين، شو صار معه لسه ما خلصه؟ مثل ما بتعرفوا سنان آغا عم يبذل كل جهده، كل زاوية بالبناء عم تاخد شغل أشهر، ولهذا السبب تأخر بالبناء يا مولاي. شوف سنان آغا وخبرني إمتى بينتهي الشغل. تحت أمر جلالتك يا مولاي. فيكن تروحوا. ادخل. السلطانة مولاتي، مولانا السلطان حابب انه تتعشوا سوا بالغرفة الخاصة. مريم روحي وجيبي بنتك وتعالوا على غرفة مولانا لنتعشى سوا. خليكن انتي ومولانا لحالكن، انا حضلني هون استناكي. سنبول، شو بدنا نعمل؟ رح نضل واقفين هيك عم نتفرج وأمي عم بتروح من بين إيدينا؟ نحن لازم نرضى بالمكتوب يا سلطانة. هلأ ما بيطلع بإيدنا غير أنه ندعي لها. خلينا نخبر سليم وبيزيد لحتى يجوا، لازم نكون كلنا حواليها، كل أولادها وأحفادها. وهي هي رغبة السلطانة هيام يا سلطانة. سبق وبعتوا خبر للأمراء وقريبا رح يكونوا هون، ورح تدخل الفرحة للقصر بوجود الأمراء، وشوفت ولادها وأحفادها رح تسعدها إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. اضغطي. إيه اضغطي، لسه شوي. هاتي. ابني طمنوني يا ابني، شو صار له ابني؟ شو وضعه؟ شكله كتير ضعيف. بترجاكم طمنوني شو صار له ابني. بتعتقد اللي سويته غلط يا فهد؟ أنا ما بعتقد إنك غلطت يا أمير، بس بتمنى إنك ما تندم بيوم من الأيام. ممكن الرحمة تنقلب وتصير نقمة. رب العالمين ما بيرحم يلي ما في بقلبه رحمة يا فهد. أنا بعتقد سمو الأمير ما غلط، لا سمح الله لو قتلوا لسمو الأمير سليم كيف كان رح يواجه والدته السلطانة هيام؟ والأهم من هيك، وجع الضمير كان ما رح يفارقه بنوب. انت يا سمو الامير بقلبك رحمه، وهذا الفرق بينك وبين اخوك، وبيقولوا العفو عند المقدره. ما في ولا امير وصل للعرش وضميره حي. لقمان اغا، ما تنسى انه الامير سليم ما بيستحق الرحمه، لو سمحت له الفرصه اكيد ما كان رحمنا بنوب. ادخل. سمو الأمير بيزيد، ديما خانم ولدت.
شاء الله ألف مبروك يا سمو الأمير. ديما خانم وضعها كتير منيح، أعطيناها أدوية مهدئة لتنام، بس الطفل عم بيتنفس بصعوبة. إن ولد قبل وقته، إذا عاش رح تكون معجزة. يا ربي دخيلك ساعدنا ولا تحرمنا من رحمتك يا ربي. بدي اياكم تديروا بالكم علي منيح. عملنا كل جهدنا يا سمو الأمير، والباقي على رب العالمين. عم ندعي له وإن شاء الله رب العالمين بيعطيه الصحة والقوة. سمو الأمير، بخصوص تنفيذ قرار الإعدام، شو قررتوا؟ هذا الوقت المناسب لنحكي بهيك موضوع يا لقمان؟ سلطانة، سمعت إنه أخي ولد وجيت شوفه. هلأ مستحيل تشوفي أخوكي، إجا مريض شوية حبيبتي، وإن شاء الله رح يطيب ونشوفه بيناتنا. كيف تروح؟ أنا ما عم بفهم كيف قدرت تخاطر بحياتك. لو كنت موجودة هون كنت أكيد منعتك. مو بيدي نور بانو، بيازيد حط لي كرامتي بالأرض وما قدرت ضل ساكت أبدا. وإنت كيف بتوثق بمصطفى باشا؟ من الواضح أنه هو عم بيحاول يلعب من وراكم. فكرت بهذا الاحتمال، بس أنا بثق فيه. عرف إنه بيازيد ما رح يفيده، ولهيك غير ولاءه، وهلأ هو بصفنا. ومع هالشي يا سمو الأمير، خليك حذر بالتعامل معه. اليوم تخلى عن بيازيد وتركه، وبكرة ممكن يتخلى عنك بكل سهولة. وشو اللي خلاه يتخلى بهالبساطة عن بيازيد؟ الباشا مصطفى عم بيلحق مصلحته يا نور بانو، مثل أي وزير بالدولة، وممكن عنده سبب ما بنعرفه. وأنا جاي لهون اتذكرت شو صار مع مرت أخوك المرحوم مصطفى، وشو صار مع ابنه من بعد ما مات. صدقني لو صابك أي أذى كنت قتلت حالي وقتلت مراد قبل ما يجوا يقتلونا. ما تحكي هالحكي. في سؤال عم بيدور براسي، لو كنت أنت مكانه لأخوك بيزيد وسيفك ممدود على رقبته، ممكن كنت ترحمه مثل ما ساوى، ولا كنت رح تقتله؟ فكرت بهالشي، مولانا كمان في بقلبه رحمة، بس لما يهدد الخطر عرشه ما بيرحم حتى ابنه. يلي بتدخل الرحمة لقلبه رح يخسر كل شي بالأخير. شو صاير يا باشا؟ عم بيقولوا إنه سمو الأمير سليم وسمو الأمير بيازيد رجعوا تخانقوا. السلطانة هيام بعتتك لتوقف سمو الأمير سليم، ما بعتتك لهون لتنزع العلاقة بين الأميرين؟ وإذا صار شي مكروه لا سمح الله لواحد منهم، وقتها ما رح تسامحك السلطانة هيام بنوب. أنا ساويت اللي بيطلع بإيدي يا خانو، بدل ما تيجي تنبهيني لألي روحي حاولي توقفي السلطانة نوربانو بيكون أحسن. هي تجاهلت أوامر السلطانة ورجعت لهون. أنا رح أقضي الليلة مع مولانا، فبدي منك تسكني لي أوجاعي يا حليمة خانو. سلطانة اشربي هالدواء رح يسكن لك ألمك لفترة.
زرت ناحية دوران وقت كنت ببورصة. وليش زرتيها يا سلطانة؟ بس إن شاء الله ما تكون هالمجنونة توقحت معك. بالأول كنت متوقعة هيك، بس فاجأتني كتير. غريبة والله. المفروض كان روح وزورها، لأنه بصراحة يا سنبل مواجهتها كانت واجب علي. منيح. وفي شغلة كمان لازم أعملها يا سنبل، وأنت رح تساعدني فيها. سلطانة، أنت بتعرفي أني دائما بخدمتك طبعاً، إذا هذا الشيء فيني ساوي. بدي إياك تعرف شغلة مخباية عني من سنين طويلة، وأنا بعرف منيح أنه هالموضوع مو صعب عليك وأنه فيك تساعدني فيه. سلطانة، شو هالشغلة شغلتي بالي؟ بشو بدك يعني أني ساعدك؟ بدي إياك تعرف وين قبر المرحوم إبراهيم باشا. كيف وضعه هلا؟ مثل ما هو يا سمو الأمير، وإذا ضل عايش لبكرة رح يكون في أمل إن شاء الله. ومين هي؟ هي بتكون مرضعة سمو الأمير، إن شاء الله يتقبلها ويقبل يرضع منها. إن شاء الله. وخاصة إنه رح ينحرم من أمه. وين ابني؟ أعطوني ها. اهدي شوي. شو بو ابني؟ خلاص اهدي. سمو الأمير، خليني أحضن ابني، خليني رضع بترجع، خليني ضمه لقلبي ومن بعد عدمني. ما شاء الله، شفاء سمو الأمير رح يكون بحليب أمه. الله يحميك يا سمو الأمير. سلطانة، مولانا السلطان ناظرك يا سلطانة. هويامي، شايفة بعيونك نظرة كلها عشق وحب. واضح إنه حبي إليك ما نقص بنوبة يا هويا، مثل الألماس اللي بيكون مدفون تحت التراب وقت بيتنظف بيرجع بيلمع من أول وجديد. من هون ورايح رح نسهر سوا ورح تنامي بجناحي. أنا بدي أشوف وشك كل ليلة، ما بدي تمر ولا لحظة بدون ما أشوفك.
شو في يا سلطانة؟ حضرتك ليش ما عم تاكلي معي؟ مالي نفس. سلطانة بدي روح، من بعد إذنك بدي روح على جناحي. روحي بنتي، ادخل. رستم باشا لسه ما اجا؟ لسه يا سلطانة، وحتى ما بعت خبر. ما عم افهم كيف بيتركني لحالي بهيك ظروف. بلكي لساته الباشا زعلان من حضرتك يا سلطانة بسبب الموضوع اللي صار معك ومع السنيور بيدرو. والله أنا مو حابة شوش حضرتك، بس يعني بلكي رستم باشا عم بيقابل التاجرة اليهودية من شان. انتبهي لكلامك، شو هالحكي اللي عم تحكيه؟ ليش انتي شفتي او سمعتي شي؟ هذا افتراء يا خانم. حاشا، انا ما شفت، بس انا عم بعطي حضرتك احتمال يا سلطانة، سامحيني. ممكن رستم يعمل حاله مهتم بهالمرة لحتى بس يخليني غار، مو اكتر من هيك. الكل بيعرف درجة حبه واخلاصه. فيكي تروحي.